يعني محليه وكنقولها جهويه ووطنيه يعني كيستنزفوا الاموال ديال مدينه العريش. انا كنتاسف الاخوان توضع في هذا الموقف هذا، حيث انه نعطي لواحد الشركه 500,000 درهم يوميا مزيده، 500,000 درهم يوميا 50 مليون، 6 مليون درهم و 400 غنزيدوها، قسمناها 365 يوم غتعطينا 50 مليون، زعما صعيب نعطيو مع في الحساب انا 5000 درهم، عفوا 5000 درهم، 5000 درهم اعتذر، نعطيوها 5000 درهم يوميا. وحنا كنعرفوا انه بعض الممولين البسطاء كيجيو للجامعه كيطلبوا هذا البوند كوموند 5000 درهم، كيقول لك انا عطينا غير 5000 درهم نخدم بها. ولا درنا حساب اخر، الى ردينا 24 مليون درهم و 400 غنعطيو 67000 درهم يوميا. زعما هادشي ما زعما ظلم، زعما انا كنعتقد بان الطريقه اللي كنشتغلوا بها بغض النظر على الشركه كيفاش كدير كيفاش كتخدم كيفاش هذا، هاد الاشكالات ما تمكنناش اولا نوصلوا لها، لانه ما عندنا حتى مغطى لا يعني تقني، ما عندنا حتى مغطى يعني اجرائي، ما عندنا حتى شي تقرير في مجلس عمر ما تعطاتنا، كتعطونا واحد الوثائق اللي غير صحيحه، على كنت طلعت عليها غير صحيحه. الدواعي ديال هذا الملحق يعني هي مبنيه على باطل فهو باطل، لانه اصلا العقد الاصلي هو باطل ما كيتنفذش، وطلبنا في اطار جلاله التحقيق الحقائق يعني شكلناه وتم الاجهاض ديالها. حنا كنعرفوا الاسماء علاش الاجهاض ديالها، لان راه الا دارت اللجنه ومشحت في العمل يوميات ما تحت يعني فوق الطاوله وما تحت الطاوله وما على يمينها ولا يسارها تكشف الامور. حنا كنا بغينا يعني الاراده يعني حقيقيه انه نبينوا غير نقاط القوه في هذا العمل، نقاط الضعف يمكن تكون كذلك نقاط القوه ونقاط الضعف، ونعطيو واحد الفكره يعني شنو هو كاين في هذا المرفع. لاننا كنعرف بان واحد مجموعه الجامعات بين سنه وسنتين بدلوا شركه وبدلوا جوج شركات، وهذا يعني يفرض علينا كان واحد الاستعمار هنا محلي بحال اللي ملي خرجت فرنسا خلات ولاد هنايا هينكو الجامعه وخلى ولاد هنايا كيستنزفوا المدينه. زعما انا كنعتقد ما عرفتش انا في التفاصيل الاخوان تذكروا على الشيء هذا كامل اللي كان هنايا، للاسف انا كنتاسف مجددا انه غنصدقوا على واحد يعني كيتعرض لنا شخص يعني كتعطانا الجرأة اللي عند هاد الاقتراح هاد الطرش ديال العمل اولا، واللي كيهضر فيها هاد الجرأة انه 5000 درهم غنزيدوها للشركة يوميا، وغنعطيوها 67000 درهم يوميا. عطيك النهار باش نفهمو، راه 6,700,000 راه 67000 درهم غتعطى يوميا هاد الشيء، راه ما يمكنش. إلا حيدنا 7000 درهم غادي الضرائب، نعتقدوا بأن 7000 درهم الضرائب راه يحيدها 60000 درهم، راه ما يمكنش. شي راه ماشي معقول.